جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أبلغ من العمر 40 عاما، وقد أتتني الدورة في بداية حياتي في سن 13 سنة، ولم أصم شهر رمضان تلك السنة ولا السنة التي تليها للجهل، ولم أخبر أهلي، ولأنهم كانوا يسكنون في البادية وقد صامت منها 15 يوما. والآن تسألكم شيخ صالح ماذا عليها؟ جزاكم الله خيرا. هذه المسألة يتكرر السؤال عنها، ولا سيما في النساء اللاتي نشأن في البوادي، بسبب الجهل في أمور الدين وبسبب إهمال أولياء أمورهن لهن. والواجب على هذه السائلة أن تكيل القضاء، أن تصوم الرمضانين اللذين تركتهما بعد بلوغها سن المحيض، وعليها مع ذلك أن تطعم عن كل يوم مسكينا عن التأخير بمقدار نصف صاع عن كل يوم، كيلو نصف من الطعام عن كل يوم. ولو جمعت هذه الكفارات اليومية جملة واحدة ودفعتها لفقير أو إلى أهل البيت واحد فلا بأس بذلك.